بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نصل اليوم شابتر 6، شوف سامبل بروبلم 63. في عندنا هنا نابض يعني طوله 2 متر، يقول لك انه يتحرك في ايش؟ في ارك اوف سيركل يعني قوس دائرة. التنشن تبعه هنا الشد الموجود فيه قال لك انه يساوي 2.5 دبليو الويت في هذه البوزيشن اللي هو فيها هنا، يتكلم عنها هنا عند زاوية 30. أعطيني، يطلب منك الفيلوسيتي والأكسلريشن. أولا نحن في عندنا هنا مركبتين، هذه التانجنشل مماس، في هذه النورمال، هذه فيها AN وهذه فيها AT. لاحظ هنا القوى، هنا MAN وهنا MAT. في عندي هنا الويت جاي في هذا الاتجاه صح؟ أنا عارف أن الزاوية هذه زاوية 30. الويت هذا ممكن نحط له مركبتين، واحدة هنا اللي هي كوساين، وواحدة هنا اللي هي هذه اللي هي الكوساين تبع الكوساين وهي تبع الساين. أوكي، أولا نبدأ بالتانجنشل المماس، مجموع الفورسز يساوي MAT. هنا الفورس الموجودة عندي هنا في التانجنشل إيش هي؟ قلنا هنا اللي هي MJ ساين 30 تساوي MAT. MAT هنا ما ودنا نحط W، لأنه لاحظ هنا عندي الأم في هذا الطرف وفي هذا الطرف راحت، بقى عندي بس الـ AT تساوي J ساين 30 وتساوي 4.9. نروح للنورمال. نورمال إيش الموجود عليه؟ موجود عليه القوة هذه وهي وهذه. في عندي التنشن هنا يساوي 2.5 MJ اللي هو الويت، مرتين ونص الويت، والقوة الموجودة هنا اللي هي MJ ساين كوساين 30 عفوا يساوي MAN. MAN تروح الأم من جميع الأطراف، تصير عندي الـ AN تساوي 16.03. عارف إنه الـ AN تساوي V سكوير على الـ R اللي هو الريجس اللي هو 2 متر. تطبيق مباشر يجيني إنه الـ V تساوي 5.66. هنا في ملاحظة مهمة، هل هنا حسبنا الكتلة؟ لا. إذا هذه الحركة ما إلها علاقة بالويت الموجود بالكتلة الموجودة هنا، مهما كانت الكتلة فإنه ستظل الفورس السرعة كده والأكسلريشن بهذا الشكل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.